أقسم بالله مهما تكالبت عليك الظروف ومهما ضاقت بك الدنيا ومهما عاداك الأعداء، والله لو اجتمعت عليك الدنيا كلها على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك والله لن يضروك. والله لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك والله لن ينفعوك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن خلها عندك هذا يقين وإيمان.